بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تحياتي لكم طلبتي الأعزاء في جامعة الإسراء في كلية العلوم الطبية في مساق ميديكال تيرمينولوجي. اليوم إن شاء الله تعالى يعني راح نستعرض مع بعض ميديكال تيرمز لشابتر ريسبيراتوري سيستم. وقبل ما نبدأ في الميديكال تيرمز لإله بعض الاختصارات طبعا او الابريفيشنز، راح نعمل اضاءه سريعه حول شابتر ريسبيراتوري سيستم، يعني بعض المعلومات البسيطه، ومن ثم يعني ندخل ان شاء الله مباشره الى المصطلحات الطبيه الخاصه بهذا الشابتر. يعني ان شاء الله انتم زي ما عارفين انه الوظيفه الاساسيه للريسبيراتوري سيستم هي عملية الريسبيريشن. عشان تتحقق عملية الريسبيريشن اللي هي التنفس، في عنا اللي هو عمليتين بتصير، اللي هي اكسترنال من خلاله طبعا عمليتين، واحدة اكسترنال ريسبيريشن تنفس خارجي، وهي التي تتم من خلال اخذ الهواء الخارجي من الانفايرومنت، وين بدخل الى الأنف ومن ثم إلى الجهاز التنفسي. هذه بنقول عنها تنفس خارجي. لكن ما يحدث داخل الجسم ما بين الجهاز التنفسي والأوعية الدموية وخلايا الجسم، هذا كله يسمى اللي هو internal respiration، وهو تنفس داخلي. طيب، أيضا انتوا بتعرفوا عملية الانهاليشن، عملية الشهيق والاكسهاليشن، عملية الزفير انهاليشن واكسهاليشن، عملية الشهيق والزفير. عملية الانهاليشن وهي انه احنا بندخل الهواء وين؟ للنوز الانف، ومن ثم الى الفارينكس الحلق، ومن ثم بعد كده لوين؟ إلى مجرى الحنجرة اللارينكس، وأيضا للتريكيا القصبة الهوائية، وإلى اللنج الروح. بعد كده بدخل طبعا اللي هو هذا الهواء اللي أخذناه من الانهاليشن الشهيق، بدخل وين؟ إلى الدم، والدم طبعا بوصله لوين؟ لخلايا الجسم. بعد هيك طبعا برجع بياخذ ثاني اكسيد الكربون، بوديه على اللنج، ومن ثم على القصبه الهوائيه، على اللارينكس، على نفس الطريق طبعا على الفارينكس، بعدين على النوز. يعني بناخذ شهيق بنطلع اللي هو الزفير. هذا الهواء بمر هان في الممرات هاي كلها. طيب، المصطلحات الطبيه الخاصه بالجهاز التنفسي إن شاء الله هي حتكون يعني بسيطة وسهلة، ومعظمها يعني أو يعني بعضها بدناش نقول معظمها، بعضها مر عليكم. إذا احنا جينا نقولنا أول مصطلح أدينويدو، نيجي نقول أدينويد لحالها أو أدينو لحالها معناها جلاند غدة، أويد معناها لايك يعني يشبه، يعني يشبه الغدة أدينويد، ماشي؟ يعني اللحمية، أدينويد اللحمية، وهي ما تشبه الغدة. أوكي؟ الفيولو الفيولوس حويصلة. طب لما نقول الفيولايتس inflammation of الفيولوس، يعني التهابات في الحويصلة. طيب لما نقول برونكو شعبة، برونكو شعبة، برونكس، برونكو برونكس شعبة، شعبة هوائية برونكو. طب لما نقول برونكايتس، برونكايتس اللي هي inflammation of برونكس. اوكي، طب لما نيجي نقول برونكيولو شعيبة، برونكو شعبة، برونكيولو شعيبة، زي ما نيجي نقول فين فينيول يعني وريد، واللي اصغر منه ايش؟
فينيول ارتري ارتريول تصغير للشيء، وكذلك برونكو برونكيول شعبة وشعيبة اللي هي تصغير. عشان كده بتسمعوا في الأطفال في مرض، وخاصة القدب شهر 11 بزيد في البرد يعني، و12 يسمى برونكيولايتس اللي هي انفلاميشن اوف برونكيول اللي هي التهابات الشعيبات الهوائية. لكن لما نقول برونكايتس انفلاميشن اوف برونكس بتصير، اوكي؟ يبقى برونكيولو برونكيول اللي هي شعيبة هوائية، لارنجو لارينكس الحنجرة، لما نقول لارنجايتس انفلاميشن اوف لارينكس يعني التهابات في الحنجرة. عشان كده الناس اللي بصير عنده بحة في الصوت وبصير صوتهم زي الديك هيك ده، وبقول السعال الديكي بصير يعمل سعال ديكي، هذا بنقول عنه، هذا بيكون ناتج من inflammation of larynx، بنقول عنها laryngitis. طبعا ليش اللارينكس؟ عشان الأحبال الصوتية فيها، وبالتالي لما يصير inflammation بيأثر على الصوت. طيب نيجي نشوف المصطلحات اللي بعديهم. في مصطلح لوبو، لوبو وهو لوب اوف ذا لانج يعني جزء من اللانج، يعني في عندنا لانج الرئه اليمنى والرئه اليسرى. الرئه اليمنى ثلاث اجزاء فيها، ثلاث اقسام، الرئه اليسرى في قلبها قسمين، كل جزء من الرئه الثلاثه يسمى لوب. لوب لوب يعني جزء من الرئه. طيب نازو اللي هي اجت معنا قبل كده، نازو نوز، اورو ماوث فم، اوكسو اوكسو اللي هو اوكسجين. عشان كده بتسمعوا احيانا بنشوف في دواء اسمه دواء غسيل اسمه اوكسي، سمعتوا اكيد فيه اوكسي يعني، وحتى بيكتبوا بقوة الاكسجين جاية من كلمة ايش؟ اوكسو اللي هي اكسجين. فرنجو فارينكس، فرنجو فارينكس. فرينو ديافرام الحجاب الحاجز، حجاب الحاجز. نيمو اير هواء. طيب او بتيجي لانج، لما نقول نيمونايتس انفلاميشن اوف لانج، نيمونايتس ماشي، وبتيجي معناها طبعا نيمو اير هواء. راينو نوز، هاي جت مرتين نازو وراينو، ومروا علينا اعتقد قبل هيك، عشان كده احفظوهم راينو ونازو اللي هو نوز انف. سبايرو بريذنج تنفس، في جهاز اسمه سبايروميتر، سبايروميتر وهو بيعمل ميجرمنت لا البريثنج، بيعمل قياس للبريثنج، وهو جهاز بقوله للمريض انفخ فيه بيعمل عشان يقيس اللي هو التنفس، جاي اسمه من ايش؟ سبايرو ميتر ميجرمنت اوف بريثنج. ثوراكو ثوراكس اللي هو صدر، ثوراكو ثوراكس. في بعض الاختصارات اللي احنا بدنا نتطرق لهم لهم علاقة بالجهاز التنفسي، وهذه اختصارات اللي هي عالمية، يعني لو انت كتبت الاختصار خلاص بسد، ما في داعي تكتب الكلمة كلها. BRO كابيتال زي ما انتم شايفين برونكوسكوبي، وهي عملية المنظار للشعب الهوائية. برونكوسكوبي جاي من كلمة برونكو اسكوبي اللي هي عملية المنظار للشعب الهوائية. CXR chest X-ray يعني صورة أشعة على الصدر، صورة أشعة على الصدر. COPD COPD لو أخذت أول حرف من كل كلمة تطلع COPD Chronic Obstructive Pulmonary Disease، وهو مرض
يصيب الجهاز التنفسي مرض مزمن، يصيب الجهاز التنفسي، وهذا غالبا بصيب الناس اللي كبار في السن، بصير تضيقات، وهو عدة أمراض يعني مع بعض، عشان كده بسموه اللي هو مزمن. ماشي. Chronic Obstructive Pulmonary Disease ET Endotracheal، يعني داخل القصبة الهوائية. ماشي. تريكيا، تريكيا هنخلينا نعلمها، تريكيا قصبة هوائية، اندو معناه ايش؟ انسايد، يبقى داخل القصبة الهوائية. طب لو ضفنا هنا تي لإلها بتصير اندوتريكيال تيوب، اندوتريكيال نكتبها تيوب، عشان هذا القلم يجي زي الرسام، تيوب هذا حرف اليو، اندوتريكيال تيوب اللي هو القسطرة اللي بيتم إدخالها للقصبة الهوائية، مش بتشوف في العناية المركزة في مرضى داخل اللي هو قسطرة وملزقة هنا ومشبوكة بجهاز تنفس صناعي، هذه القسطرة اسمها ETT Endotracheal Tube. أوكي. طيب ال اللي هي Left Lower Lobe، Left Lower Lobe هو الجزء الأسفل الشمال من إيش؟ من الرئة. مش قلنا اللي هو فيه جزء هنا، هاي الرئة اليمنى وهي الرئة اليسرى، ماشي، وهنا طبعا القصبة الهوائية، هنا جزئين الجهة اليسرى اللنج اليسرى، وهنا اللنج اليمنى ثلاث أجزاء. هذا الجزء، هذا الجزء اسمه Left Lower Lobe. ماشي. الجزء اليسار من الأسفل من الرئة URTI Upper Respiratory Tract Infection، التهابات مجرى التنفس العلوي، أبر. طيب في بعض المصطلحات هان اللي هي أمراض، هي أمراض وكلها بتنتهي ب كلمة ايتس او السفكس ايتس اللي هو انفلاميشن، يعني هنا بدكم تضلكم تقولوا انفلاميشن اوف كذا، هلقيت انفلاميشن اوف، لما نقول برونكايتس انفلاميشن اوف برونكس، طب لما نقول ابيجلوتايتس انفلاميشن اوف ابيجلوتس اللي هي التهابات لسان المزمار، ادينودايتس inflammation of adenoid، laryngitis inflammation of larynx، rhinitis inflammation of nose، ماشي، وهكذا. طيب هذا المصطلح الكبير تعالوا نفكفكوا مع بعض، يعني هو جايبه عشان بده يخوفنا، لا من خافش، احنا بدنا نفكفكوا مع بعض. هاي لارينجو، هاي واحدة، تريكيو هاي تنتين، برونكو هاي ثلاثة، ايتس يبقى inflammation of، نيجي نقولها inflammation of ايش؟ inflammation of bronchus and trachea and larynx، ماشي، يعني الحنجرة مع القصبة الهوائية مع الشعب الهوائية، يعني الالتهابات نازلة من هنا لا تحت، بس هو بده يخوفنا وصلهم يعني مع بعض. هذا روت وهي روت وهي روت، هي ثلاثة روت، وفي الآخر حط إيش؟ السفكس آيتس، يبقى inflammation of، تعالوا نعيدها تاني، inflammation of bronchus and trachea قصبة الهوائية، طبعا bronchus الشعب الهوائية والقصبة الهوائية واللارينكس الحنجرة، تمام. pneumonitis inflammation of لانج، هذولا يعني احفظوهم المصطلحات لانه بيجي منهم في الامتحانات، باجي بقول لك ايش معنى هذا المصطلح، بتيجي انت بتكتبه، تمام. طبعا ساينوسايتس زيها، ساينس اللي هي الجيوب الانفيه، ساينس
يبقى هذا inflammation of sinus. طيب تنزل اللي هي ايش؟ اللوز تنزل. inflammation of تنزل tonsillitis. لما بنزلوا اللوز بصيروا التهابات فيهم نقول احنا ايش؟ نزلوا اللوز. ليش؟ لانه انا بتضخمه فبصير فيهم التهابات، فاحنا بنقول tonsillitis اللي هو inflammation of tonsils. طيب تعالوا ناخذ بعض المصطلحات ايضا اللي هي لها علاقه ب لها علاقه ايضا بالريسبيراتوري سيستم. لما نيجي نقول مع بعض برادبنيا، برادي ابنيا، لقيتها ابنيا، ابنيا معناها بريثينج، نفس نفس. طب لما نقول برادي برادي، ذاكرين كلمة برادي كارديا؟ برادي كارديا اللي هي أيوة سلو هارت ريت، أحسنتم سلو هارت ريت. طب لما نقول برادي بنيا، أحسنتم سلو بريثينج، يعني النفس قليل، النفس غير طبيعي، أقل من الطبيعي. ماشي. طيب تكبنيا، برافو عليكم، تكبنيا فاست بريثينج، يعني بالهت نفس ايش؟ نفس سريع، تكبنيا. اوكي. طب لما نقول ديسنيا، ديسنيا ديس يعني difficult وبنيا بريثينج يعني difficult breathing، difficult breathing يعني في صعوبة في التنفس، بياخد النفس بصعوبة، فمنقول ديسنيا. طيب أبنيا، أبنيا أيوة معناها without، أبنيا breathing يبقى without breathing يعني بتنفسش، قاطع النفس. لما الواحد يقف نفسه منقول أبنيا، أبنيا. أوكي. طيب هنا في كلمتين يعني هايبوكسيميا، هايبو، هايبو ايش معناها؟ قلنا هايبو اللي هي بريفكس هايبو، قليل اندر نورمال يعني قليل، هايبو هايبر اعلى. طيب اوكسي اوكسجين، ايميا بلاد، يبقى هايبوكسيميا لو اوكسجين ان بلاد، يعني الأكسجين في الدم قليل وبكون الشخص لونه أزرق أزرق. إيش أزرق أزرق؟ يعني سيانوسيز بيكون لونه، عشان كده منقول هايبوكسيميا. طيب هايبر فنتيليشن، هايبر يعني أبوف نورمال، فنتيليشن اللي هو التنفس، يعني التنفس بيكون عنده بزيادة، هايبر فنتيليشن. اوكي. طيب هنا يعني بشرح يعني بعض الامراض، لما نقول ابر ريسبيراتوري انفكشن يعني التهابات مجرى التنفس العلوي اللي هو زي يعني في الانف، يعني في اللارينكس الحنجره هذه، يعني طبعا وانا بشرح يعني طبيعه مرض الكرونيك اوبستركتيف بولمونري ديزيز يعني مروا عليه مروا الكرام. لكن لو اجينا هلا للمصطلحات اللي هي الثانيه، مصطلحات في هنا اجت عندنا كلمه بلاستي، بلاستي جديده وهي سيرجيكال ريبير يعني عمليه اصلاح، عمليه تجميل جراحي، بلاستي. يبقى ما دام كلهم بينتهيوا عندي في بلاستي المصطلحات هذه، يبقى انا بدي اقول surgical repair of واشوف of ايش؟ اشوف. يبقى هذا surgical repair of bronchus يعني عملية اصلاح للشعب الهوائية. طيب هنا surgical repair of ايش؟ larynx، يبقى عملية اصلاح جراحي لمين؟ للحنجرة.
تمام. راينو سيرجيكال ريبير اوف نوز، عمليه اصلاح جراحي للنوز او عمليه تجميل للنوز، وكذلك سيرجيكال ريبير اوف تريكيا يعني عمليه اصلاح جراحي او تجميل للقصبه الهوائيه، وسبتو، سبتو اللي هو الحاجز الانفي، سبتو يبقى سيرجيكال ريبير اوف سبتم اللي هو عمليه اصلاح جراحي للسبتم. في ناس بيكون عندهم انحراف فبيجوا بيعملوا عمليه اصلاح جراحي للسبتم، وهذه بتسمى سبتو بلاستي. طيب هنا في يعني ادويه دواء اسمه انتي تيوسيف. انتي معناها اجينست يعني ضد، تيوسيف معناها كف، انتي تيوسيف يعني دواء ضد القحه او السعال. يبقى بنقول ايو كتلك بين قوسين ريليفز كافينج يعني بخفف السعال. دي كونجستنت، دي كونجستنت، دي يعني بريفنت يعني يمنع او يقلل، كونجستنت اللي هي ايش؟ الاحتقان. يبقى في ادويه ضد ايضا الاحتقان، واكسبكتورانس اللي هو الدواء اللي طارد للبلغم، طارد للبلغم، بيعمل عمليه اكسبيلينج للميوكس، طارد للبلغم. يعني هذول المعرفه يعني ان شاء الله لقدام يعني في علم الادويه حتاخذوهم. انا ما حاجي يعني اسالكم يعني فيهم في المصطلحات الطبيه، لكن في الادويه انتم حتعرفوهم ان شاء الله وتاخذوهم بالتفصيل. يعني في عندنا هنا سؤال، identify the following respiratory structure، وين التريكيا؟ القصبه الهوائيه وين؟ ايوه قولوا لي وينها. ايوه احسنتم، هاي التريكيا القصبه الهوائيه. طيب البرونكاي ايوه هاي البرونكاي، هاي برونكاي، هاي برونكاي، لكن هدول ان هذول برونكيول شعيبات، لكن هذول برونكاي شعب. طب الفيولوس الحويصلة الهوائية هي في نهاية البرونكيول، الحويصلات الهوائية اللي موجودة. طيب لما نقول an obstruction يعني انسداد، in which of the following would be most fatal، الانسداد وين ممكن يكون قاتل؟ ماشي، هل في البرونكيول اذا انسدت البرونكيول الشعيبات الهوائيه، او اذا انسدت البرونكس الشعب الهوائيه، ولا اذا سكرت التريكيا القصبه الهوائيه؟ طبعا اذا سكرت القصبه الهوائيه بيكون امر قاتل. انتوا يعني مروا على الاسئله يعني، وايضا يعني حلوا الاكسرسايزز اللي موجوده في الكتاب، هذا كتير كويس يعني ليلكم، بعودكم على يعني كيف انه انتوا تحلوا الاسئله. في نهايه الشابتر شابتر ريسبيراتوري سيستم بتمنى لكم التوفيق، وارجو مراجعه الشابتر جيدا وحل الاكسرسايز يعني تبعته، وحفظ المصطلحات أيضا، وإن شاء الله تعالى نلقاكم في شابتر جديد من شابترز of medical terminology. تحياتي لكم طلبتي الأعزاء، وبأمان الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.